بنرحب بالمطرب الشاب بليل. الله يخليك، ميرسي، شكرا. نورنا النهارده في اخبار اليوم، والف مبروك على القلب. بارك فيك يا رب، ان شاء الله اكون يعني قدمت حاجه كويسه ان شاء الله تعجب الناس. اول حاجه عايزه اعرفها منك، خطوه الالبوم دي خطوه خطيره جدا، ليه فكرت ان انت اوام تعمل البوم؟ بصي، انا يمكن سني صغير، بس انا ابتديت صغير برضو، من وانا عندي 18 سنه بغني، دلوقتي عندي 25، فسبع سنين بالنسبه لي خبره ان انا ابتدي اعمل البوم، دي ما كانتش قليله. كمان الناس اللي انا اشتغلت معاهم ساعدوني جدا وعطوني باور ان انا ابتدي اشتغل، من شعراء ملحنين وموزعين كبار وناس جداد ابتدوا يشتغلوا فعلا من البوم. هم كانوا حاسين ان هم مقتنعين قوي بيا، وحاسين ان هم عايزين يقدموا حاجه مختلفه وحاجه جديده. الحماس اللي كان عندنا كلنا ده هو اللي قدم الشكل ده، فما كانش مخوفني قوي. قبل الالبوم متمكن بليل كان بيعمل ايه؟ بلال كان بيحاول يوصل للناس باي شكل، بيوصل صوته للناس. عملت اغنيه اسمها طبعا مش هتغير، ونزلت في البوم كوليكشن مع الفنان الكبير حميد الشاعري. الغنوه اتعرفت جدا وبقيت امشي اسمعها في الشوارع، بس ما الناس ما كانتش عارفه مين اللي بيغني الغنوه. اخدت فتره كبيره عبال ما الناس عرفت ان هو ده بلال اللي بيغني طبعا مش هتغير، وناس بقى تقعد تسميه بلال طبعا. ف مش طول معقول للدرجه دي، خلاص يا قلبي بتحبها، عمالة تكذب عليك وانت تحلل كدبها، معرفش ده بس ليه وازاي والمين، دي واحدة خاينة وتعالى قولي فيها ايه بتحبه عندها. بعد الاغنية بقى دي عملت ايه تاني؟ بعد الاغنيه دي عملت سنجل تاني اسمها شويه حاجات، برضو اخدت فيو كتير على اليوتيوب وكده. وبعد كده اتعرفت على المنتج محمود فهمي، شركه سيلفر، ومضينا العقد وابتدينا نشتغل على الالبوم على طول. ما تاخرناش يعني، اول ما مضينا اشتغلنا على طول وخلصنا الالبوم بعد سنه ونص تقريبا ميكس وماستر، وابتدينا بقى نشتغل على الكفر وعلى الفيديو كده. كلمنا بقى الالبوم فيه كام اغنيه وتعاونت فيه مع مين؟ الالبوم فيه 12 اغنيه، اتعاملت مجموعه كبيره مع الشعراء وملحنين وموزعين، طبعا الفنان الكبير محمد رحيم ومحمد النادي، سامح كريم، جوليو، ملحنين كتير جدا وشعراء، هاني عبد الكريم وعمرو الجاري، محمود الحفناوي، شريف رفاعي، احمد سامي، مش عايز انسى حد، الموزعين احمد عبد السلام، طارق عبد الجابر، محمد شفيق، زوم، جمال فتحي ده موزع جديد يعني اسكندراني، بس عامل اغنيتين من اقوى اغاني الالبوم، يعني الناس كلها حبوا الاغنيتين بتوعه قوي. كلمنا عن التعاون بينك وبين الملحن محمد رحيم. ملحن معروف جدا واغانيه كلها ناجحه، ازاي جه التعاون ما بينك؟ الفنان الكبير محمد رحيم يعني انا كان شرف ليا ان انا اشتغل معاه من وانا صغير جدا، بحلم بالاسم الكبير ده يكون ان هو يكون بحلم ان هو يكون انا اول سي دي ليا يبقى فيه محمد رحيم. طبعا ده مش كلام، هو فعلا الحان وهي بتتكلم، انا اقل من انا اتكلم عليه. كل الناس اللي اول ما بتسمع اول الناس بتسمع انترو الاغنيه بيعرف خلاص ده محمد رحيم هو اللي ملحن، هو ليه بصمه فعلا يمكن ما حدش بيقدر يوصل للحكايه دي، طبعا خبره السنين. وهو فعلا انا بقول لك مش انا هتكلم عن محمد رحيم، يعني عايزين نتكلم عن اسم الاغنيه. نتكلمنا عن اسامي الاغاني اللي لحنها الملحن محمد رحيم، وتغنوا بقى الاغنيه مع بعض. انا اول اشتغلت على الالبوم يعني كنت سايب كده خانة، أنا عارف إن هي مش هينفع حد يعملها غير الفنان الكبير محمد رحيم، غنوة السلو الرومانس دي غنوة مهمة جدا، لأنها هي بتدعم المطرب في كل الأفراح إن هي تشتغل وإن يترقص عليها وكذا. غنوة صعبة مكسرة الدنيا يعني، كل الناس كلمتني عليها من حتى من الوطن العربي كله يعني، ملكتيني تحديدا يعني، عاملة شغل في الألبوم الحمد لله مرضي جدا جدا، مع إن إحنا كمان يعني هو بلال يمكن شوية الوقت يعني اتظلم شوية في التوقيت، ظروف الوطن العربي طبعا أكيد، ومع ذلك ده بقى اللي بيحسسك بنجاح الحاجه او التعب اللي حصل فيها. هو الراجل ده اجتهد جدا في شغله على فكره، ومع ذلك ردود الفعل اللهم صل على النبي ما شاء الله فعلا مفاجاه يعني. ملكتيني وحبك بان على عيني، ملكتيني وحبك بان على عيني، شايلك كلمة جوايا ولما بقولها وبصرحك بشوف في عينيكي ميت احساس وميت احساس بيرديني، ملكتيني ومش عارف اشوف غيرك
لك وقلبي ارتاح وسلم تحت تأثيرك حبيبتي تعالي ضميني. بنرحب بالمطرب محمد مغربي نجم ستار اكاديمي معنا في بوابة اخبار اليوم. اهلا بيكي. جاي النهارده تبارك لي بلال على قلبه. اه طبعا بلال صاحبي من زمان جدا ومن الناس المجتهده والمكافحه يعني اللي اشتغلت على نفسها من الصفر لحد ما الحمد لله وصل للمرحله دي ان هو عمل البوم وكده، وبجد بتمنى له كل التوفيق وانا سبورت ليه النهارده. انا عارفه يا مغربي ان انت كنت في ستار اكاديمي، برنامج ستار اكاديمي، تمام؟ انت بقى فين؟ ما شفناكش بقى في البوم كليب حتى، غايب ليه كل دوت؟ والالبوم هيتنزلوا امتى؟ تمام. والله انا اول ما خرجت من الالبوم طبعا الواحد اخذ فتره قبل ما لقى شركه انتاج، لان دلوقتي فعلا بعد الداونلودز والحاجات دي ما بقاش فيه انتاج، بقى قليل. فلغايه ما لقيت الشركه المناسبه اللي تناسب شخصيتي وتناسب الفن اللي بقدمه، لحد ما لقيت الحمد لله شركه فينجر برينت. احنا حبينا نبتدي مع بعض، واحنا خدنا برده فتره عشان الثوره وكانت الظروف السياسيه مش مناسبه، لحد ما الحمد لله خلصنا الالبوم يعني، وربنا يسهل، الله المستعان يعني. انا سمعت اغنيه كده في الراديو من فتره، كلمنا عنها. والله هو اول سنجل بعد ما خرجت من الاكاديمي، هي كانت حاجات اجتهادات شخصيه ليا يعني. اغنيه اسمها حاجه جديده، هي من الحاني وكلمات محمد مصطفى مالك وتوزيع محمد شفيق، وكانت اول اغنيه، واول اغنيه فعليا بعد ستار اكاديمي ابتدت الناس يعني تتعرف عليا بيها. وبعد كده نزلت اغنيه صعبه الليالي، هي من كلماتي والحاني وتوزيعي. انت موهوب اصلا غير الغنى خالص، انت بتلحن وتوزع. والله الحمد لله، هو انا تعودت ان انا احاول اتعلم حاجات كتير لان الحاجات دي هتنفعني، وفي نفس الوقت انا بحبها يعني، مش بتعلمها وخلاص. انت لحنت لحد تاني غيرك ولا انت بتلحن لنفسك بس؟ والله انا يعني في حاجات كتير اعملها بس لسه ما نزلتش يعني، بس ان شاء الله تنزل وتعجب الناس ان شاء الله. نسمع حاجه من اغنيه حاجه جديده. ايه قولي مالك، في ايه جرالك، كنت اما تزعل بتقولي، دلوقتي حالا هتسيبني حالا من غير ما حتى تفهمني، دي حاجة جديدة يعني مش فاهم. بنرحب بالفنانة شيماء الحاج معانا في بوابة أخبار اليوم. ميرسي كلك ذوق، اهلا وسهلا بيك. انت جايه النهارده تباركي لبلال على البومه الجديد؟ ان شاء الله طبعا اكيد، وبقول له الف مبروك، يا رب ان شاء الله يبقى فتحه خير عليه. او شيماء بتحضر ايه جديد؟ انا ان شاء الله في مفاجاه كده، في اكتر من مفاجاه ان شاء الله الايام الجايه، بس مش عايزه اتكلم عليها دلوقتي. ان شاء الله اسبوعين كده وهبدا تصوير، وبعد كده هعلن عن كل حاجه. ان شاء الله انا عندي فيلم مع شركه انتاج مصريه سعوديه، انتاج روتانا، باذن الله هنصور بعد اسبوعين. وفي عندي ان شاء الله فيلم سعودي مصري، بطوله ان شاء الله الممثل السعودي تركي اليوسف وياسمين جيلاني، وان شاء الله انا معاهم. ودورك ايه في الفيلم؟ لا ده خليه بقى مفاجاه ان شاء الله. هو هيبقى فيلم يعني، لا 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 لا، هو كان موضوع الرقص ده يعني، هي كان دور في حياتي وعملته، والحمد لله انا نجحت فيه، وما اعتقدش ان انا يعني ممكن اعيده دلوقتي يعني، ممكن اعيده بس مش في الفتره الحاليه. ده تمثيل بس. طب بقول كلمينا عن الشخصيه كده في العموم. هو فيلم اصلا يعني ان جنرال يعني، هو فيلم رعب وان شاء الله نعمل حاجه حلوه، وخلينا بس نبدا وبعد كده هتكلم على كل حاجه ان شاء الله. ميرسي ليك يا شيماء ونورتنا في اخبار اليوم. ميرسي كلك ذوق حبيبه قلبي. ميرسي كلك ذوق. بنرحب بالملحن محمد رحيم معنا في بوابه اخبار اليوم. اهلا بيك يا حبيبتي، منورينا طبعا اكيد. كلمني بقى عن صوت بلال، وانت ازاي تحمست له ان انت تلحنه، وهو دي اول تجربه ليه في الغنى؟ بلال انا يعني من اول ما سمعت صوته طبعا اتحمست له جدا اكيد. هو شاب مجتهد جدا، بحب شغله اكيد، عنده ذوق خاص بيه، عنده لون برضه مختلف. اول ما سمعت صوته فعلا وتعرفت عليه اتحمست له جدا، اتكلمنا في موضوع الشغل، قلت له لا يلا بينا فعلا نشتغل على طول. بلس طبعا انت عارف انا بحب مساله طبعا تقديم النجوم، ومعظم الناس طبعا من اول ما غنوا خالص كلهم تقريبا بلا استثناء بادئين معايا من حته اول لحن، جنات وهيثم شاكر وتامر حسني ونانسي واليسا معظمهم يعني اكيد.
يعني شغل حتى مع بلال ما هو الا تكمله للمسيره اللي انا بحبها من الاول. لحنت له كم اغنيه في الالبوم؟ الحقيقه كان المفروض نعمل عدد كبير، بس طبعا نظرا للانشغال طبعا فيدوب عملنا حاجه سلوهيه كده حلوه وحاجه تانية فاست، يعني شكل بالظبط حاجه سريعه وحاجه سلو بالظبط كده. احنا بنحب صوت طبعا محمد رحيم، فلازم تسمعنا حاجه في اخبار اليوم. والله يا حبيبتي انا لسه جاي. من اغانيك؟ لا لا لا، يعني الا صوتك. تعالي نقول زي ما انت عايزه، نقول مثلا عارفه من يوم ما قابلتك انت واحتل هواكي مدينتي وبقيت في لحظه امرتي، ايوه امرتي امرتي وعارفه. انا نفسي تكوني حلالي وحبيبتي وام عالي ونعيش العمر انا وانتي، بس انا وانت انا وانتي وعارفه. بنرحب بالمنتج محمود فهمي معانا في بوابه اخبار اليوم. اهلا وسهلا، اهلا بك. مبارك لك النهارده على الالبوم، وعايزين نعرف ايه اللي حمسك ان انت تنتج لبلال؟ اللي حمسني ان انا انتج لبلال اكيد ان بلال فنان شاطر، بيعرف يختار شغله كويس، بيعرف ينفذ شغله كويس، مجتهد، بيحب دايما شغله يكون في احسن صوره. يمكن ده انتاجيا بيبقى مجهد ومتعب شويه، لكن في النهايه العمل الفني بيكون ده لمصلحته، بيطلع في النهايه العمل الفني بشكل كويس. اول تجربه انتاج ليك؟ اول تجربه انتاجيه بلال. ما كنتش حابب ان يكون في حد مع بلال عشان خاطر نكون مركزين ونعمل حاجه تنجح يعني، بس في المستقبل اكيد في حاجات كتير ان شاء الله في الاعداد دلوقتي، وهيكون في شغل مع نجوم، بس طبعا مش هينفع اعلن غير لما يكون كل حاجه اكيد يعني. الالبوم خد وقت قد ايه للتحضير؟ الالبوم خد تحضير بالظبط سنه، وكان في سنه ثانيه ضاعت ما بين ظروف البلد وما بين مشاكل في المصنفات الفنيه واجهت نجوم كتير مش احنا بس، تقريبا حوالي سنتين. شايف الوقت اللي انت اخترته ان انت تصدر الالبوم فيه ده وقت مناسب، ان هي دلوقتي اجازه صيف وخلاص اغلبيه الناس خدت اجازه وكده، ففاضيه عادي انها ممكن تسمع الالبوم؟ انا شايف ان ده وقت مناسب جدا. اولا احنا خارجين من ظروف ما كان معظم الناس ما عندهاش فرصه ان هي تسمع اغاني او فن، عيد وبعد العيد خارجين على اجازه وصيف، فاكيد وقت مناسب جدا طبعا. مقرر تنتج كم كليب للالبوم؟ احنا صورنا كليب قبل كده كان اغنية في الحقيقة، وخلال اسبوع هنصور كليب تاني الاغنية الهيت بتاعت الالبوم اللي هي متمكن، وبعد كده ان شاء الله هنشوف ممكن نصور حاجة تانية او ممكن نبتدي في شغل جديد سنجل جديد ونصوره حسب الظروف يعني. يعني انت ممكن تصور بس اغنية كمان غير الاغنيتين اللي تصوروا من الالبوم نفسه؟ من الاغاني اللي في الالبوم مقررين هنصور اغنية تانية كمان اسبوع، وبعد كده اكيد في تصوير تاني ان شاء الله اكيد. يعني الكليب هيبقى شكله عامل ازاي مثلا؟ انت حطيت فكرة ازاي وهتصور ايه الاماكن اللي انت في دماغك ان انت تصور فيها الالبوم؟ هو فكرة الكليب اكيد دي بتاعت المخرج اللي هو طه التونسي، يمكن هو حاطط فكرة بس لسه الفينيش النهائي ما اتحطش، في الغالب هيبقى التصوير اندور، بس لسه دي موضوع الفكرة لسه يعني تحت الدراسة يعني. بعد بلال هتنتج لمين تاني؟ بعد بلال في حاجات دلوقتي بدرسها، بس طبعا ما فيش حاجة نهائية لسه، كله مجرد كلام وبنبتدي في الإعدادات مع يمكن شخصين أو ثلاثة ستار معروفين جدا، فمش هقدر أعلن عن ده غير في وقته يعني. انت اتحمست بقى بعد انتاجك لبلال؟ اكيد اتحمست طبعا، يعني اكيد النجاح اللي حققه الالبوم لحد دلوقتي يخلينا اتحمس لحاجات تانية كتير. اتمنى لك التوفيق ومزيد من النجاحات. شكرا لك، شكرا جدا.